الرجل الثاني هنا سوبرمان. مين نزلني؟ مين لكن خمسة جنيه اللي يهزمني إذا كان مصر، خمس ليرات إذا كان سوري، وخمسة استرليني إذا كان أسترالي، وخمسة تعريفة إذا كان على باب الله. مين؟ تبينه غلباوي قوي، خش عليا يا أنا قصتك أهو. جاي كده من غير ما تجيب معاكنا آلة تشيلة؟ حلو. طب استناني جوه. طيب. مين اللي مضايقاه من أول؟ مين اللي تعباه حماسه وعاوز ينتحر؟ أنا لو أنت تفرفرة، قرب عليا هنا. أنت عاوز تفرفرة؟ آه. استناني جوه. أنا دخلك جوه. جنبكوا على جنبكوا. هيا إلى شباك الإزاز. هيا لثروة المذبحة الكبرى. هيا لثروة الدماء وهي تسيل، والرؤوس وهي تطير. بشلن واحد اتفكر. شيل يا دنجل. خليهم يدقوه، بدل ما فرعن ومفتري ومنفخ لي كده عن فاضي. يلا يا مصطفى، يلا يا اخي اكبر. تيجوا نخش؟ وده يلا بينا نتفرج على الراجل الزراوي ده. ازاي يا عبيد؟ اسمع يا دلعان، ادينا تذكرتين بثمانية تكت على الجنب. خمس ساعات تذكرة يا ست. واسوان يا حلال. السلام عليك يا زينب. خدي بقى الكيلو، حرام عليك. حرام عليك يا عيال، فلوسك متحرمة عن ايه؟ خد يا دلعان. يلا تذكرتين حلوين يا ضحى. ايه تذكرتين؟ هيك بدي عندي وقت. ايدك يا حرامي. انا حرامي؟ ما تفتح كويس. استني يا ست، انا هوديك السجن. تودي مين؟ يا وين هو؟ بس بقى خلاص، احنا جايين نتفرج ولا هنلعب حتى؟ سيبك بقى، ده بجد سليمه. يلا بينا. طب اقطعوا التذاكر وهحصلك. متشكرة، الحمد لله انك ما تعوضتش. يا اختي عيش وياخد غيرها. يلا بقى نتفرج، احسن زمان الراجل الزرد بتاع. عشان منكم مسؤولين على الخزانة. يلا يا جماعة. انت يا عرة اللبلب تقعد تضرب فينا قدام الناس؟ الله ينعل ابودي شغلك. بس يا بخل انت، هو مش عاوز كلام زيادة، وما تكتروش عشان الجمهور بره يسمعكوا تتفقس الحكاية. وارجوكم ما تطولوش معايا، يعني بوكسين وكل واحد ينزل. الامر لله، مش اصل العيش عاوز كده. هكذا الشهامة، ألف كتر خيرك. خد يا اخويا الحتة بعشرة دي فيها وانت قاعد. الله يسلمك. عيب يا عيش. يوسف وعيب واهبل، ما تأخذهاش. هات يا عم، هات الملح، خد فلوسك. ناس جابنا وبيت. اتفضلوا عشان يبقى بينا عيش وملح. تدق يا حدوق. سوداني لذيذ. هات يا سوداني، هات. ماشي دور لب يا ابني، ان شاء الله ما حد حوش. ألف شكر. عيش عيش ولب. اتفضلوا. انا بشتغل كاتب حسابات في محل حلويات. يا حلاوتك. بص منكم يقوم. لا يا عم، انا حد امي. اتحدى شمشون الكبار، اتحدى. ايوه، انت تقعد تتفرج 24 قناه وتاخد راحتك والحد يقوم يتخرش. طب ما تقوم له انت. انا حوريه. مع السلامه، نشوف وشك بخير. الشاهد على نفسك. انت تبقى ايه؟ عزرائيل. يا نهار اسود، لا انا عاوز راجل. امال انا ايه؟ انت سنافور. السنافور اللي هيفتح باب القرافه بتاعتك يا ماما. يا ابن العائل، من استعصى بغيره؟ ما انت شايف اللي مرميين زي الفسيخ ده، انا لو رقحتك يد هتموت. انا هموت.
اصل زهقان من عيشتي يا ابن الحلال. إيه؟ لا يعني ودعت اهلك وكلت اللي في نفسك. انت اللي في نفسي يا نار. عفيتي راحت وحاسس اني هقع من طول. ليه بعد الشر؟ في حاجه مرمطت بيا الارض. ايه هي؟ عينيك. ما تقولش كده، حقيقي بيشتغل في مصنع حلويات، كلامه بينقط سكر. مش هتقولي لي ساكنه فين؟ ايوه انا اصلي بشتغل خدامه في بيت. فين؟ حاسب يا قط. ما قلتليش لسه فين. ايوه ابقى كلمني في 46 340. 46 340. 46 340. احفظوا يا جماعه. هنيالك يا عم. 46 340 احفظ. تبقى انها نمره الاسعاف. تفتكري حد يعرفني يا عيشه؟ ابدا يا ست. قدمتي عليكي حته لفه ملايه، مفيش كده ابدا. مغامره لذيذه. يا سلام على ايام زمان. ما كنتش لسه بقيت سهام. كان اسمي زينب صحيح. كنت بنت بسيطة، أمشي في الشارع من غير ما يشاوروا على الرقاصة المشهورة. أبرطع على كيس من بتاع البسبوسة لبتاع البليلة لمقلة اللبس. يا خسارة. والنبي يا ستي أنت تضحكي، بتعيطي على الفاق؟ يا مكان لذيذ يا عيشة. لذيذ؟ ولذيذ لما تتجوزي واحد جعان زي اللي اشترى لنا الصينية، يسكنك في أوضة ب 80 قرش ويفطرك بعلقة ويعشيك بمحضر في القيس. وينضرب بالسكينة علشاني زي ما عمل منير. يا ريت. أنا شفت كتير ضحوا بفلوسهم علشاني، لكن ما شفتش حد خاطر بحياته عشان يحميني. أنا ما استاهلش في نظر الناس إني أزعجهم. كل مأموريتي في الحياة إني أسليهم. فهادت على موجة من ضياء بورد من الثغر حين ابتسم. تناثر في الكون معنى الهنا. تتبع خطاها كطيف المنى، كطير تنقل بين الغصون. تتبع خطاها كطيف المنى، كطير تنقل بين الغصون. جناحه ريشه ما من سنة، وعيناه سحر يشع الفنون. جناحه ريشه ما من سنة،
وعيناه سحر يشع الفنون تشهته سمر العطار الملاح كحلم يداعب جفن الصباح على دقة القلب حول النغم فلما انثنى نحوها واستجاب تمرد في وجنتيها الخجل وايقظ حلم الصبا والشباب فدارت كما دار كأس الجمال تراقص طيفا بعيد المنال على دقة القلب حول النغم رأسك بيملأ قلبي بنور اليقين أشكرك أنا جاي أعزمك على عيد ميلادي يا أخي اختيشي ده أنت خلفوك قبل الميلاد جبر وصحبوك في القرون الأولى قبل الموضة دي ما تطلع طلعت روحة يا فخري تحشم أنت بقى رح تشرفيني في العشاء صدقني ما بتعشاش بعمل رجيم عشانك ده أنا مستكفي إني أتغدى معاكي بكرة لا استنى أما أغير الطباخ أصله بيطبخ وحش قوي أخاف عليك أحسن تتسمم يا بوي أنا نفسي أتسمم بس سم اللي عيك تعيد فراس شهد من ايديكي بتفور مارونجلا سيه انت فكرك انا معرفش اتحدد حدية مزوج زي بتوع التشخيص ده انا شملول يا مشيريه هاي مش هدغل حاجة لا تضغط اظن بقى تتفضلوا عشان اقلع لانه عيب اقلع قدامكم ايوه اتفضلوا اتفضلوا من غير مطلوب اتفضل سعادتك كمان انا كمان ليه يا ابوي اتفضل يا ابوي اتفضل سلام مساء الخير يا عيش مساء النور يا ستي الله مين ده اللي في الصالون ده التقابيل ده يا خبر اسود هو لحق جدا انا لسه سايباه في كياته يا ريت منير علمني المبسه ليه وانا كنت مفعت في وقت زنقه زي دي كده يا سهام توخيني وتكسري بخاطري قدام العوادي بوركوا أنا لولا خايف عليك من توبيخ الضمير أنا كنت نحرت روحي من زمان كنت شنكت نفسي في شجرة الجميز اللي قدام الدوار إكزاكتما طب قوم أحسن مكوة البنطلون تتكسر اتفضلي أنا زارعه في العزبة مخصوص عشان أقدمهولك كادو وضروري سافرت أوروبا عشان تشتري البذور من هنا تمام أه يا واعية مين قالك قلبي يقطعني أنا بتعبك أوي يقطعني انا ميتين حتى شم ريحتي شم ريحة قلبك اللي بيتحرق وريحتيه كمان وشم كمان ريحة العزبة والميتين فدان وما شماش ريحتنا الماس ايوه صحيح ازاي بقى ارتست وما شمش ريحة الالماس انا لازم مسكومة قوي النهاردة مسكومة ان شاء الله انا ايوه بتقول ايه من فضلك خلي زينب تكلمي زينب الخدامه ايوه اخص عليك يا زينب خلاص نسيتيني حبيني وانا غرقك انماط انا منتظر بفرغ الصبر ابوي يموت وانا ارمي ثروتي تحت رجليك هي وخلقاتي اه يا كمياني هي قالت لي استناها الميلاد في قهوه ابو المعاد هتفوت عليك هناك مين اللي عم يناقشك في التليفون ده ده فين السماعه هنا خلينا اضرب صوابعك دمرت عينيه قلت الفطوس ده ايوه انا دمي حامي ده خطيب الخدام جميل قوي
جميل؟ هتقولي على خطيب الخدامة جميل؟ وهي وجعت المحبة ما اللي زي الصين؟ أنا بقول على العقل ميرسي أوي يا حبيبي، بس أنا متأسفة، عايزة أقول لك إن أنا هموت من التعب. وأنا هموت من الحب. الفل يا ميت فل. كام؟ بروسة فرانكا ساعة البيت. يا واد قالوا لك أنا وارث. تعريفة بس زي بعض بي، يعني هكسفك. وتعريفة كمان عشان خاطرك. ربنا يخلي لك الست يا بيه. وادي تعريفة كمان عشان الدعوة الحلوة دي. ليلتك فل الفل. تسمحي؟ اهدى. ده عقد ألماس. ألماس؟ أصل ستي مش في البيت. وإيه يعني؟ قلت أتشيك بيه وأرجعه تاني. لا مالكيش حق، أوعي تعملي كده تاني. ليه؟ عشان إحنا يا فقرة زينتنا الشرف. عندك حق، وكمان لو ستي شافتني هتزعلني. اوعي تكوني خدت على خاطرك مني. لا ابدا، انا ماليش امر عليك، خليكي لابساها دلوقتي. ده اجمل واحلى. انا اعتقد انك لو مرنته تقدر تخلق منه ملاكم عظيم. هروح يا ستي قهوه ابو المعاطي واحاول اتعرف بيه. اتعابك مسؤوله مني انا، بس على شرط واحد. ايه هو؟ انه ما يعرفش ان انا اللي بعتك، ولا اعرفك، ولا ليا اي يد في الحكايه، لانه عمل لي جميل وعايزه اعرضه له من غير ما يشعر. أنا فاهم. أوروفار. أوروفار. شوف روح واحد. أيوة. كنت خدت يا سيد يا بدوي. وادي دبش كمان. لا يا عم كفاية بقى. أنت دلوقتي بقيت واخد مني شنب. حظك من السما. مليانه مصطفى. ايوه جاي. اتحدى انا العبك يا منير. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تسمح؟ الله، انا اللي هلعبك. اتفضل. والله بيد ايدك جامده. لا نبيه، لكن انا اقدر اتنيها. راهن؟ راهن مكان. ريال لريال. اطلع بالريال. والله وقعت. خد الطاوله مصطفى. ايوه جاي. هات ايدك يا منير. يلا منير. يلا منير. انت النهارده حظك نار. انت تعبتني، ايدك على الريال يا حدق. ريال ايه ده؟ انا هخليك تكسب ذهب. احنا هنبكش، انت عايز تزوغ. انا بتكلم جد، انا اصلا مدرب ملاكمه. صحيح. انت يجي منك يعني انفع ملاكم؟ تنفع بطل. بطل كمررك. ابوس ايدك. يلا بينا. انا اموت في الملاكمه. لا اصل عندي ميعاد مهم. امرك، لكن نصيحه، اذا كنت عاوز تبقى بطل وتفضل بطل، اوعى تخلي في حياتك مواعيد اهم من مواعيد التمرين، ولا حاجه اعز من دول. الصور المدهشه، الصور المتحركه، تعالوا اتصوروا عند مصوري الجناين. انا وين برج الحدائق. خد يا مخبي، دي ايه دي اللي حدفتها لي وجريت؟ الصورة دي ولا العفريتة؟ أنا اتعرفني يا سيد، أنا ما أقدرش أعمل أي ترميمات في خلقتك وخالف ربنا في مصور. ربنا ياخدك يا طايح، هو أنا وحشة كده؟ أنا معايا صورة واحدة ست حلوة، تاخديها وتقولي عليها صورتك؟ خدت ثلاثة ساق أوامر. والنبي يا ست، معيش غير القرش ساق ده، أصلا اشتريت بيهم سجاير. حر ونار على جثتك يا مقطوع يا عرة المثورتية. هات يا ساد. يا باج يلا. الصور العالمية، الصورة بثلاثة ساد والاثنين بشلل وللحلوين مجانا. صورني من فضلك. حاضر، اهو كده الخلق، مش الخلق اللي جايبينها لي من وكالة البلع.
طيب عن اذنك بقى لما اغسل الفوتوغرافيا علشان الزفاره شاهه ابتسمي من فضلك. ايوه من فضلك ايوه كده ايوه. كده برضه تتصوري من غيري مع اني جايب اخبار مدهشه. خير انا خلاص هبقى ملاكم. صحيح. ايوه الله هو جري لي اصله ده صاحبك بتاع اتحدى. لا يا شيخ تعال 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 هنا. الله يا ماما نقطه. لا مين يا نهار ازيك؟ الحمد لله زي الزهر. انت فاكرني؟ الا فاكرك ده انا كل ما افتكرك ادعي لك من كل قلبي ان ربنا يخرب بيتك ويقطع عيشك زي ما قطعت عيشي. انا قطعت عيشك؟ طبعا لان صاحب السيرك طردني بعد ما جريت منك. معلش التصوير صنعت سبع صنايع والبخت ضايع. شوف يا استاذ انا اشتغلت قاهر ابطال ومسحرات ومفاتيح الباب نعمر وبهلوان لكن عمرها ما لطشت معايا زي ما لطشت معايا في التصوير الشمسي. طول النهار الشمس تنقح في قفايا ويوم ما تفرج واجي اصور وشي واحده الاقي جزمتها هي اللي تطلع في الصوره. معلش يا استاذ تتعدل. تتعدل يا اخويا ما هو البركه فيه. تعالى معايا. على فين؟ هشغلك. يا شيخه بلاش تهجس انت اخرى. طب ما شغلتكش ما بقاش انا زينب بنت نفوس. شفت يا عم اهي اتعدلت. يلا طب شيل ايدك اللي زي الدبش دي. تعالى ربيتك انت كنت بتنطح تيران. وانت متاكده بانه حسن السير والسلوك؟ طبعا يا ست هاني ده لسه هاشم يبقى ابن خالتي. طلع من شغله والنبي يا ستي توصلي عيش وتشغلي عندي. ايوه النبي يا ست هاني محاكم محسوبك طباخ انما بريموس. طيب يلا على المطبخ. طيب يا فندم بس انا متاسف قوي اصلا انا ما جبتش الجوانتي المعقم بتاعي. حاكم انا بتبع احدث طرق الطبخ انما زي بعضه النهارده نطبخ بلدي. اوف بردون؟ يعني بردونك معاك يا اختي انا اقصد نطبخ على بلدي. ربنا يخليك يا ست هانم ويطول عمرك. لا مؤاخذه يا ستي انت اللي سكتتيني. اسمعي يا عيشة. نعم. فين المفتاح بتاع اوضتك للبلاء؟ تحت امرك يا ستي عايزاه ليه؟ اصل يا ستي منير عايز يزور زينب. اهي واقفه والسلام. انا متاكده يا ستي انها واقفه زي العسل على قلبي. عقبال يا رب ما توقع لي في ورطه زيك. وقاعده لوحدك هنا يا زينب؟ لا فاكره لو بنت خالتي. وهي فين؟ اول ما شافتنا هنينا على الحاره اتكسفت راحت عند الجيران. الا قولي يا منير لما هتبقى بطل هتبقى تيجي تزورني هنا ولا نفسك هتكبر عليا؟ يا سلام يا زينب هي الدنيا ضحكت لي الا لما شفتك. وانا كمان يا منير الدنيا ما بقتش حلوه في عينيا غير يوم ما قابلتك في السيرك واشتريت السميد والجبن. الماضي الدنيا كلها ما يسويش عندي حاجه زي عقد الياسمين اللي انت اشتريته. وانا كمان ساعة ايديا ما لمس رقبتك وانا بلبسك العقد حسيت ان فيهم كهربا عايزه لكن افرتك الدنيا عشان ابقى بطل واستاهل. حرام عليا انا مرضاش انك تحب خدامة. خدامة لكن ستي انا ظفرك عندي بالدنيا كلها. اخص عليك يا زين بقى تخرجي وتسيبيني العيس اللصه السودا دي. يا ترى بيعملوا ايه العد بالجهاز؟ مش معقول ما كلتهاش بجهاز بالفجر. لا يمكن. امال بايه بس يا رب انا ده يخدوخه منيله بس. النهايه بقى تطلع عجه ولا تطلع يا اخني زي بعضه. انا ماني بقى في ما شاء الله انت حرقت التقليه يا ولد. اولا يا ست هانم انا لا اعترف بتقليه ابدا وسر تاخر الشرق هو التقليه. طيب انت مجبور من المطبخ. يا نهار اسود يا ست هانم قبل ما ترفديني من المطبخ مش ممكن الواحد يقدم لك اعتذار تهزقيني تبهدليني. انا مستعد. انا ما عنديش معارضه. يلا قدامي على الاول. خلاص قدامي على الاول زي بعض. وانا كمان مش عاجبني المطبخ وقت العجه. برضو انضنوا ايه وقت ايه وقت زي بعض. يلا خلص اللي في ايدك وتعالى. حاضر. على فين؟ تشيل العنكبوت اللي في الشباك من بره اللي على الشارع. ايوه. طيب احنا ساكنين في اي دور؟ في العاشر. لا بسيط. ايه؟ في العاشر؟ ايوه. ترى ايه يا ست هاني؟ انت عاوزه توكليني عيش ولا تقطعي عيشي من الدنيا؟ ما هي تشيل العنكبوت يقطع عيشك من البيت هنا. خلاص هشيل. يلا خلصت؟ يلا ما تضيعش الوقت ما يبقاش قلبك مني. يعني مش حرام عليكي اروح في شربة عنكبوت؟ يا
يعني لو مت يقولوا ايه؟ مات ضحية العنكبوت؟ انا مش مسؤولة، خلصني. سأخلصك. يلا. صديقي على ابواب المجد، الست بتحبني وبتموت في دباديبي. بلاش ناتش. لا بلاش ناتش ولا حاجه، انا بكره افكرك هتجوزها وهبقى متصرف في فلوسها وهشغلك عندي ان شاء الله سكرتير خاص. بيني وبينك انا كمان على ابواب المجد. ازاي؟ ما انت شايف الاعلان. اعلان ايه؟ بتاع دواء كحه؟ بتاع الملاكمه يا اخي. بص، المصري الناشئ منير كامل. برافو. يلا منير شد حيلك، افعلوا عينه يا منير. يلا منير شمال شمال. شمال مين؟ تحرك قدام غير بس حرق. تنايل انت، تنايل انت، انا معلمه كل حاجه. ما هو ده عصره الميز. ايده بالدماغ. وانت راجل بتكره الرياضة، الرياضة، الرياضة. اه يا بابا، لو كان عندي بخت كنت اتجوزت بطل زي ده، مش واحد مجهول. برافو يا منير، برافو قوي. خلاص اديله بعد واحد يمين، اديله على طول. عيب بس يا مصطفى، لازم واحد يمين. اديله ايه يا ابني؟ لا تيجي واحدة صح اعمل معروف. يا ستي الميدالية اللي كسبتها في المباراة. يا حلاوتها. عارفة ايه الميدالية التانية اللي بحلم بيها؟ ايه؟ الفوز. ايه الاباحة دي؟ ليه انت مش هتكوني مراتي؟ صحيح يا منير، انت عايز تتجوزني؟ ده الامل اللي انا عايش عليه يا زينة. مالك عينيكي دمعوا ليه؟ دي دموع الفرح، كتير قوي سمعوا فيا وكلموني عن جمال، لكن محدش منهم ابدا طلب مني اني اتجوزني. انت اول واحد. خدي اشربي بقى في صحة جوازة. اشرب خمرة؟ ده انا عمري ما دقتها. شوية عشان خاطر. اخي دي مرة قوي. لا يا اخويا احسن اطلع. طب ما تضايقيش نفسك كده، كنت هتنسيني. ايه؟ انا جايب لك تذاكر في كيادة السعادة عشان نروح نشوف سهام الرقاصة. سهام الرقاصة؟
يا عيب الشوم، وهو ده يصح انه البنات تتفرج على الرقص؟ لا، ما انا بقول لك من دلوقتي انا ما فيش ستات يمشوا كلامهم عليا. يلا نخش نستناها جوه. ايوه بس انا معيش تذكرة. اهو قطعت لك، تعالى. هقني. يلا. أنا مشغول عليها أوي. أنا صديقي، ولو إن حبيبتي تبقى ستي إلا إنها عمرها ما لبخت معايا في فن المواعيد. اسكت، مش التذكرة وقعت مني امبارح وما رضيوش يدخلوني. الله ينكد عليهم. أنا قلت إيه اللي جرى؟ يا سلام لو كنت شفت رأس سهام كنت اتهوست. عجبتك سهام يا سيمونيش؟ عجبتني أوي، لكن أنت أحلى منها. يا ريتني كنت رقاصة وكانوا الناس يسقفوني.
عايزه الناس تتفرج على مراتي؟ انا كنت اتبحك واتبحك. انت اصلك راجل متاخر ورجعي ومخك ظلم. خد الفرخه دي عشان تنضف بيها الامخوخ بتاعك. عيب يا هاش، الست مش قالت لك مفيش سرقه؟ واذا ظبطتك بتسرق مفيش غير الطرد. اسمعي بلاش غلبه، انا راجل هنا في منطقه نفوذي ومحدش له دعوه بيا ابدا. على فكره يا زينب، عايز اقول لك كلمه. خير؟ انا هدخل بطوله مصر في الملاكمه. صحيح. عارفه جايزتها كام؟ كام؟ 2000 جنيه. ياه، يعني نتجوز على طول. ربنا يوفقك وينصرك دايما. لك حميس طيب. ها؟ لا لك كويس طيب. زينب ما جاتش معاك؟ لا زينب بتعتذر علشان ستها جولها ضيوف، انما بتقول لك بعد الحفله نروح لها على بيت بولاء علشان عزمك على العشاء هتلغ فراخ. انسان مثقف فيه شعور واحساس، مش ممكن اشجع الهمجيه والتوحش. يا سلام على الرقه، انا بيتهيألي انك زعلان انك ما اتخلقتش ست. احذري غضبه الاسد. يا ترى يا بابا البطل ده متجوز؟ له خطيبه؟ وبتسالي حضرتك ليه؟ يا بختها، هتظهر معاكم بالصوره. الصحفيين هياخدوا منها احاديث، اسمها هيكون على كل لسان. هتبقى مرات بطل مش نكرة. عصفور بيه دي النهاية. بصفتي ملاكم قديم انا هدعوك الليله على العشاء. متشكر يا بيه، بس اصل الليله. لا لا لا، انا ما عملتش حاجه في حياتي. احنا هننتظرك هنا لغايه ما تيجي. انا قبلت ان الاستاذ احسان يخطب بنتي على اساس انه من رجال الرياضه. شوف بقى المقلب، طلع من رجال الرياضه اياهم بتوع الكتب. هندسه وجبر وحساب مثلثات وكلام فارغ من ده. قلت لك معدتي تعبانه خصوصا الليله دي. بصحه البطل. يعيش يعيش يعيش. الساعه بقت 12 اهو لسه ما جاش. ما يلا بينا نروح. حق لو هاشم ما قالوش والله امرمط بيه الارض. لازم قال له هو ال 2000 جنيه اللي كسبهم في المباراه نسوه الخدامه. يلا بينا. يا سلام، هيعمل علينا بطل ولا ايه؟ ايوه ابتسمي اياته غطاسه، ابتسمي ايتها الطاسه عشان اصورك. انا فرحان ولازم تضحكي يا طاسه علشان النهارده منير خد الكاس الذهبيه في الملاكمه، انما انا خدت الكاس الروسيات والبواني على خلقتي. انما اسمحي لي اقول لك يا طاسه، فليسقط القلقاس، فليسقط الفض. مين؟ يا نهار اسود علوشه، ايه اللي جابك في الطاسه؟ قرارك ايه يا منجم؟ يا نهار اسود مين؟ زينب؟
مؤاخذة يا زينب، علشان منير اتأخر عنك النهاردة غصب عنه. ليه جراله ايه؟ حتة بيت انما زي الالماظ خدتنا عزمتنا يا اختي في حتة سرايا. اول ما دخلنا السرايا انا اقول لك الحق الركب الثابت، واول ما قعدتنا جابت لنا ويسكي وخد في ويسكي واشرب في ويسكي لغاية ما ويسكي اتقطم. انما ان جيت لي الحق يا زينب اتضح يا اخيرا ان الويسكي احسن من البوظة بالزمن. منير بيه مش تصحى بقى يا منير بيه. انا فين؟ انت نسيت انك امبارح ما قدرتش تروح. حاجه تكسف، انا اصلي مش واخد على الشرب. بقى تقدر على ملاكم كان واقف لك امبارح زي كتله الحديد، وما تقدرش على كاسين وسط. لا انت لازم تتعود على الشرب. اسمع في كل كراي، منير فهمي يقضي على خصمه ويربح الجائزه. انا باينه في الصور يا بابا. مال اهو. انا اهو والله كويس. 2000 جنيه مش بطلين. بس يا ترى هيقبضوني امتى؟ نروح لهم دلوقتي، هنستنى ايه؟ مش عايزه اتعبك معايا. تعبك الف شكر. عقبال ما تكسر المناكبه الجايه يبقى لك الحلاوه. الايدين اللي عملوا المعجزه دي يستاهلوا يتباسوا. الايدين دول اللي زي الحرير اللي يتباسوا كده بس بالكلام. اهو هنا يا خبر. انت ساكن هنا؟ بطل زيك يقعد في حاره زي دي؟ اعمل ايه على قد الحال. ده مش ممكن، انا لازم اشوف لك شقه في حته احسن منك. ادي فايده الاعلانات المبوبه، بخمس دقايق تلاقي شقه مفروشه فخش لكم. هي كويسه لكن بعيده عن محل الحلويات اللي بشتغل فيه. نعم انت لسه عاوز تشتغل في محل الحلويات؟ اعظم رياضي في مصر يشتغل في محل حلاوه. انت ما تعرفش قيمه نفسك، انت لازم تسيب المحل ده حالا. تعال معانا. لا لا مش ممكن، سميرة مش ممكن تكون خرجت معاه. انت بتهزر ليه يا اخي؟ انا راجل رياضي واثق بالرياضيين. وانا لا اطيق، انا لا اسمح، انا عندي كرامة، انا شاعر ان فيه شرايات حينفجر في مخي. بشوف بابا. هلو يا حسن. الحمد لله على السلامة. ازاي؟ لا مفيش ازاي، مفيش اي علاقة بيني وبينك. من فضلك انا عاوز اكلمك قدامي. ما تاخدش بالك منه، حاكم صاحبنا عصبي شوية. كنت فين مع العملاق؟ كنت بوضب له شقته. ايه؟ ده مسكين وحداني ملوش حد. وبتعترفي كمان؟ دي كل بنت في مصر تتمنى انها تعرف منير. ايه امور المتاخرين دي؟ المحافظين من فضلك يا هانم، اعتبري خطوبتنا مكسوخه، محلوله، مفكوكه الى الابد. صحيح. لو شنقتيني مش هرجع تاني. الوداع. ربنا يريح قلبك. حمام بيه؟ عصفور بيه يا بغبغان. انت خلاص اعتبر نفسك مش حماية، احتراماتي. عدم احتراماتي. انا جاي وراك حالا. ايه الحكاية؟ الغيرة يا سيدي. عاوزني اختار يا صدقتي معاك تنتهي هي يفسخ الخطوب. وبعدين؟ اخترت طبعا فسخ الخطوب. لا ملكش حق. انا بصراحة حاولت كتير اطلع حبك من قلبي ما قدرتش. يعني كان لازم نتقابل علشان تقعد كده تتحكم في قلبي. انت اهنتيني علنا امام بطل. دافع عن نفسك. ادافع عن نفسي بلساني. اعتذر، انا ما اعترفش لك قوه العضلات ولا يمه الدم. الا الدم يا خبر. شوف الا الدم يا خبر. الا الدم خشوع. ده جنن الدم يا خبر. شوف الدم ده خشوع. الا الدم يا خشوع. الدم. انا مش اسفه انك اتسببت بفسخ خطوبتي. انت نموذج للراجل اللي في خيالي. انت رمز القوه والبطوله. انت معبود الجماهير ومعبودي. يا زينب انا خنتي. يا حرام والنبي. صحيح واحدة ضحت بمستقبلها عشاني ومش قادرة اتخلى عنها. طبعا تتخلى عنها ازاي؟ وفين الرجولة والشهامة؟ انا هشترك القرشين دول من الجايزة، وبكرة ربنا يبعتلك ابن الحلال. اتفضل، انا مش محتاجة لفلوس. اتفضل امشي من هنا. بتطرديني؟ ما ترينيش وشك هنا تاني. عندك حق. لماذا انت بتعيطي؟ يا ست انا مستعد اضحي بستك واتجوزك. حكيم انا قلبي انشوى في الحب زي ما بتتشوي الكوستليتا على النار. ايه ده؟ ليه ليه ليه؟
والنبي احلى من ست روحي ربنا يبيض وشك. يا ندامه يا ستي بقاسي منير طلع ناس خلاص انا مش طايقه اشوف حد منه وروحي ترديني كمان الراجل اللي عامل ده يا شيطة ده حرام يا ستي ده دمه خفيف قلت لك ترديه يعني ترديه انا اطرده واطرده واقول له جو قاوت يلا على عيني يا هاشم. حاضر يا ناديني. شفت الفوتوغرافيا الجديده اللي هداها لي منير بمناسبه بطولته؟ اسمعي بقى يا بنتي يا ستي انا هلقط لك كام صوره في اوضاع فاتنه وبصفتي طباخ القط الكوارع كويس قوي بس هي حصلت يا قليل الادب انا عندي خدامين يقلوا ادبهم عليا انت مطرود. الله عيوشه انت مطرود. جرى ايه؟ اين غرامنا المتاججون؟ خلاص مفيش. خلاص خلاص رزقنا على الله مطرودين مطرودين. انا همني حاجه بس ابقي دوري لك على واحد بقى ينزل لك العنكبوت من على الساق. انا ليا راس انا ليا ضاح انا ليا بوق. عوضني في خير يا رب. لا يا عم بيظهر الست دي بتحب الخدامه بتاعتها قوي لدرجه انك انت هزقت الخدامه من هنا روح راح ترميتني وهزقتني وطردتني من هنا. طب ما تزعلش خش استلم الشغل هنا المطبخ في انتظارك. لا يا حبيبي انا خلاص قطعت الافران فلتسقط التقليه. ايه الو ازيك يا حبيبي مش تيجي تطمن عليا لحسن انا تعبانه قبل حق بابا بيقول لك تشتغل عربيه الفورد ولا الباكار هنخلي الاثنين نعمل بيهم ايه كفايه علينا واحد يا ستي مادام مصممه اركب عربيه عمرك ما اقدرش ارفض لك طلب متشكر قوي بس يا عم هي دي الشغله اللي بحلم بيها سواق ملاكي بكاسكيت تلميع بدله زرقاء زراير صفر ودركسيون اموت في الدركسيون. هو انت تعرف تسوق؟ اما ادلك عليا اجيب لك كل يوم حضر مخالفه. منير اتاخر قوي تلاقيه اتخانق في السكه. يا سلام انا لو كنت في قوته كان كل واحد يقابلني في السكه وما تعجبنيش خلقته اروح لاعبه بكسين طوالي في وشه. كان موعدني نروح نتصور. والنبي يا بابا عاوزك تنشر لي صوري انا وخطيبي في كل المجلات علشان اللي بيغيروا مني يتفلفلوا ويتغاظوا اكتر. اه زي ما نشرت صورتك مع خطيبك الاولاني وطلعت المساله فشوش. وايه يعني يا بابا العريس الاولاني كان بروف. نفسي مصر كلها تعرف اني هتجوز بطل العالم. لا صور الا بعد الجواز. شايف يا منير ما دام لا صور الا بعد الجواز لازم نتجوز. وانا مستعجل كمان يلا نحدد التاريخ. كويس قوي لما تتفقوا قولوا لي انا حاكم اكره التاريخ لان طول عمري باخد صفر في التاريخ. فرحنا هيكون فرح الموسم. تفتكر نجيب مين رقاصه عشان تزفنا؟ أنا رحت مرة تياترو السعادة وشفت هناك رقصة مدهشة قوي أظن اسمها سهام. يمكن فكرة دي رقصة مشهورة قوي ووجودها يشهر فرحنا أكتر وقت. والله هو مبلغ مش قد المقام لكن أرجوك تقبليه مني. العفو يا بيه العفو. دي سميرة بنتي هتطير من الفرح لما تعرف إنك أنت قبلتي إنك ترقصي فرحها. سلملي عليها وعلى العريس كمان. أنا أسلملك عليها هي لكن العريس ما أقدرش. ليه؟ أصلنا حددنا الفرح لكن ما حددناش العريس. بنتي سميرة متقلبة شوية قدامها تلات عرسان لكن مش عارفة تبصي على أي واحد. يا ليل يا ليل اشرب في صحة العريس. مش كفاية بقى يا حبيبي. كفاية ليه؟ اسمع أستاذ أنا ما أحبش أبدا حد يعكر مزاجي. أنا الليلة مستوى نو أنا الليلة صديق. وأنا محتاج لصديق أشكيله همي. همك؟ همك ليه؟ الملاكم انتصرت عليه واحسان عزقت نكاوت جبت خبره الحاله الماليه غش معدن والحمد لله. فيه سيبك انت زينب مش رايحه من بالي. كان كل املي اعيش معاها في اوضه البلاء البسيطه. وانا كان كل املي اشرب عصير قصب مخمر انما اعمل ايه انقلب ويسكي. طب يلا بينا احسن اتاخرنا. لا يا حبيبي روح انت انا ما اقدرش اسوق العربيه الليله واذا سوقتها حوديك القصر العيني بدل ما حوديك الفرح. وايه العمل؟ ولا حاجه جرها انت ولا اركب لك تاكسي. جرها ليه ده انت جر جبل. اي ايه.
تتضايقيش وحياتك. ابدا ما فيش تاخير ولا حاجه، الوقت يجي بالسلام، ربنا يتمم بخير. تعرف سافرت ربع ساعه وما جاش، ماليش متجوزه. طيب تسهلي عشان خاطري وخليها تلت ساعه. اهو وصل يا ست، استلمي. هقدم لك العريس منير بطل مصر في الملاكمه. تشرفني. الست سهام احسن رقاصه في مصر. انت مش ممكن. مش ممكن ليه؟ كل حاجة ممكنة دلوقتي، انتوا تعرفوا بعض. انا زي اللي شفت الهانم قبل كده. طب فكر على مهلك، انا راح استعد للزفة. برضه زينة، انا مش قادر اصدق اني شايفك هنا. طبعا، لانك متعود تشوفني في الاوضة بتاعت جلاء ولا في المطبخ عند الست عيشة. على العموم الملاية اللف ما كانتش هتحقق لك الوجاهة اللي انت فيها دي. زينة ارجوك. عن اذنك، انا جاية الليلة دي ارقص في فرح. راسك وجعاكي خدي حبيبك وياكي
هو اللي يعرف بدواكه يا ولدي، علمني العوم. اه يا ولدي يا ولدي، علمني العوم علمني. شومه عيوشه. يلا يا اختي اغسل الاطباق كويس، احسن ستك تيجي تقطم لك زمارة رقبتي. يا جديك هو انت عارف بقى عماله تتأمر عليا وانت جربوعه زي يا عوعو؟ اصلا غصب عني يا شوم. بروفا سبيلك. انت عايزان عن اذنك اقول لك نتقابل الساعة 5 قدام البصة العمومية كده؟ تعال قبل ما تمشي خد معاك. ايه ده فيتامين فيه؟ من هنا يا عزة. عزة. خد هاتيلي ازازة ويسكي تانية. الصبح كده يا ستي وبعدين معاك. انت هتفضلي كده مقهورة على الجدع اللي ما يسواش؟ ابدا، انا مبسوطة اوي. الحمد لله اللي عرفته على حياتي. لو كان عرفني ان انا سهام مش زينة بالغلبانة كان لزقني، وكنت وقعت في اكبر منافس. روفوار بقى يا سميرة. على فين يا مين؟ على النادي اتمرن شوية. مش ممكن، ده انا عازمة ناس على بارتيس البوكر وزمانهم جايين. لكن انا مش غاوي بوكر يا روحي. معلش انا عازمة ستات اصحابي عشان يشوفوك، عايزين يتفرجوا على عضلاتك يا اخي. امرك. مين جاي؟ بس 5 جنيه. 10 جنيه. حضرتك يا اخي 3 جنيه. كارت من فضلك. ايوه كارت. اسمح لي. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. انا هلعب مدرسه. يا سمير انا هستاذن عشان الممرن منتظرني. يا منير الناس دول جم هنا عشان يشوفونا ويفتخوا انهم يتعشوا معانا، ما يصحش نسيبهم. ما يصحش، لا ما يصحش. معلش عشان خاطر، تعال. انا هتجنن من قله التمرين. ما انت رجعت لي انا هساعدك. انا كنت ملاكم وعارف ان الواحد لما يعوز يتمرن يبقى مش طايق نفسه. اهو كده. تعالى ما غنك عغقت. لا تعالي مرنيني انا، انا عايز امرن مفاصلي وانا مش طايق نفسي. يلا. اسمح لي، انت كسلان قوي. انت داخل على اخطر مباراه صدفتك في حياتك وتهمل الاهمال ده. الجواز يا مختار، انا ما كنتش فاكر ان الجواز يضيع الوقت بالشكل ده. انت نسيت انا قلت لك ايه اول ما ابتديت معاك التمرين؟ اذا كنت عاوز تبقى بطل وتفضل بطل ما تخليش حاجه في حياتك اهم من ده ودول. شوف يا بابي، ده الفستان اللي هلبسه في المباراه، وده الفستان اللي هتصور بيه مع منير بعد الانتصار. حاجه حلوه. وده الفستان اللي هلبسه في الحفله اللي هعملها لاصدقائي. عاجبينك يا بابي؟ حلوين قوي قوي قوي. اما يا بابي انا عامله حسابي الجرائد كلها تكتب عني الموسم ده. امال هم هيلاقوا موضوع احسن من كده يكتبوا فيه؟ تليفون يا سي منير. تليفون. ايه بتقول ايه؟ تليفون. حاضر. رايح فين؟ تليفون يا اخي. ولا كانك فاكر ان عزم اصحابي اللي هيحضروا الملاكمه بكره على العشاء. ايه الاهمال ده؟ طب بسرعه وحياتك، لحسن مندوب اخر ساعه عاوز مننا حديث عن السعاده الزوجيه. كأني بعمل الحفلات دي لنفسي. صحت انتصارك بكره. كفايه بقى، احسن اصحى تعبان. ما ترفضش ناخد انتصارك، ده فيلم مش كويس. اشرب. ان شاء الله يا جماعه بقى نبتدي اللعب. يلا بينا. فكره. يا دي الفضيحه، بتسقر قدام المعازيم. يعني بتقول لينا قوم. يا خبر، عنده حق، دي الساعه بقت 2. لا اظن كفايه كده قوي بقى. ده مش ممكن تمشوا وانتوا خسرانين، هتقولوا علينا ايه بعدين؟ بنعزمكم عشان ننهبكم. قروة. قول اس. لا يا انت حظك والعليله. انا ما خدتش ولا كول ليله. ايه ده؟ ما تصحى بقى، ولا ما انتش عاوزنا نعوض خسارتنا؟ عوض يا ستي. ده يخلص ربنا تسهرني طول الليل. انا مش عارف هقدر الاكل ازاي النهارده. انت خايف من الضبط؟ ايه يعني الضبط؟ ده انت تغلبه بصباع واحد. طب اعملي معروف، خلينا نام لي ساعتين. انا مش جاي للنوم. اقعد نتكلم شويه. بص عليك، انت ما بقتش مغرم بيا. عواطفك اصبحت هاديه جدا. انت نمت ولا ايه؟ فاضل ربع ساعه عن البطوله. قوم، فاضل ربع ساعه عن البطوله الكبرى.
قلت لك يا احمد اتهرش وخلي بالك. صح صح قوم قوم يا احمد. اسمع يا اخينا. افندم السلام عليكم. سلام يا بيرو. انت ما تعرفش بنتي مرات منير بطل مصر؟ اهلا وسهلا تشرفنا. تسمحي؟ عشان خاطرك ولو اني ما احبش اطلع في الصور. متشكر. ما عنديش مانع كمان تاخد لنا صوره بعدين انا ومنير بعد ما يخلص. ان شاء الله. اوعى تنسى. لا حاضر. مش قادرة تنتظريني شوية يا سميرة؟ يعني لازم الناس تشوفنا سوا؟ أنا مش فاهمة، لما أنت عارف إن الضبعة أقوى منك، كنت بتتحدى ليه؟ اللي هزمني مش الضبعة، اللي هزمني القمار للصبح والويسكي. مراتي هي اللي هزمتني. وكمان هنطول لساننا؟ لا، إلزم حدودك وافهم قيمة نفسك، أنت خلاص ما بقتش بطل. ما بقتش بطل؟ مش بطل. بشجع يا منير، اسمح لي اقول لك ان الاصابه اللي في ايدك خطيره جدا. يعني فكرك بعد قد ايه هبتدي التمرين؟ برضه مش قادر تفهم، ايدك فيها عظمه في حال التلف. يعني لازمني مده طويله عشان اخف؟ انا متاسف ان اقول لك مش هتقدر تلاكم بعد كده. تشجع يا منير، الصح
الصبر طيب. ده مش ممكن، ده حكم بالإعدام. يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتني سمعت كلامك. نهارك سعيد. ها ازيك دلوقتي؟ مطرود ايه الحركات دي؟ بكره تخف وتجرب حظك تاني. مش هخف انبسط، ايدي بقى فيها عاهه مستديمه ومش حلاكم تاني. حلاكم تاني؟ امال هتعمل ايه؟ شغلتك في الحياه هتبقى ايه؟ شايف يا باب البخت الاسود؟ انا ابقى مرات انسان عاجز عواطلي؟ لما الناس تسألني جوزك بيشتغل ايه اقول لهم ايه؟ ملاكم سابقا؟ شيخ وطي حزك حسن بديني اسمعك ما يصحش. يسمع يسمع. اوه مدور. الو حبوب، اقدم لك يا بابا علي بيه بطل مصر في السن. تشرفنا. ايه تعرف زمان لما كنت شباب انا كنت بلعب تنس، ما كانش في حد في الدنيا يضرب عليا. باين يا سعادة بيه. عن اذنك طلع جيب راكت ونزل لك حالك. بابا انا خدت معاني بقى عشان بمغني على التنس. عظيم قوي خالص ان بطل التنس يعلمك على التنس. يا سميرة انت مش خارجة، اللي تحت ده انا معرفوش، مش ممكن تخرجي معاه. طبعا ما انتش عاوز تشوف اي بطل قدام عينيك. عشان حضرتك في قصة البطولة لازم احبس نفسي جنبك، لازم ما اعرفش اي شخص لامح في المجتمع. الغيرة مرضى، انا اعذرك. انا اللي اعذرك، كل همك في الحياة المجتمع اللي هو الشارع. عمرك ما فكرت تكوني ست بيت؟ لا ما تطلعش فيها قوي. الراجل اللي يحب تكونه ست بيت يتأمر عليها ويتحكم فيها يبقى قال له يقدر يصرف على بيته. عندك حق، غلطتي مش غلطتك. انا مش قصدي اجرحك، اطمن بابا هيدي لك اعانه مدى الحياه. اخلصي. انا مش من اللي بتضربه يا بيه، عاوز تضرب روح اضرب الضبع اللي مكتب. اعانه مدى الحياه. انت ما تعرفش قد ايه بنتي سميره تحب الرياضه، علشان كده لفتت نظري. بابا يمكن نروح سينما، اذا اتاخرت شويه ما تتخبطيش. على شرط ان الفيلم ما يكونش فيه حاجه خارجه عن حدود الادب. لا 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 اطمئن يا بيه، انا طول عمري اثق في الرياضيين. انت طالع. الله دي اهانه، انت اهنتني. انت اللي اهنت نفسك. الله ده سهاني واعتدى على كرامتي. عامل لي شامبيون، عامل لي بطل، انا هكسر دماغه، انا هوريه شغله من فوق. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ الغيره يا سيدي. تصور يا اما اقطع صداقتي بيك يا يطلقني. انا متاسف قوي، انا لو كنت عارف ان حضوري هيسبب المتاعب دي ما كنتش جيت. متاعب ايه يا شريف؟ ده انا ضحي بسبيلك مش بجوزي، بحياتي. انا بحبك، بحبك يا علي. طب السنه المطلوبه عندك يا سي منير، انا من عينيا ترجع لشغلتك القديمه، لكن عدم المؤاخذه لما انت ما بتقدرش تمسك القلم بين صوابعك هتأيدينا الحسابات ازاي؟ عندك حق يا معلم. عدم المؤاخذة، انا اصلي راجل دغري. لا معلش تفهم. سلام عليكم. وعليكم السلام. الاهرام المصري، الاهرام المصري اخر ساعة، الاهرام الاهرام. في ضيوف جوه، ارجوك تستعمل الجنتله ولا تفتحنيش. ضيوف مين؟ ما يا اخي ما تستعجلش على رزقك. خش. زينب منير سلامك ايدك. انت غلطان، ايدي ما تستحقش الا كل احتقار. انت اللي غلطان، انا محتاجه لها، محتاجه انها تسندني وتحميني. لما اتغلبت افتكرت ان انا هفرح فيك، لكن بصيت لقيت نفسي حزينه عليك. الايام والحوادث اثرت ان انا لسه بحبك. انت مش بتحبيني، انت بتشفقي على راجل ضعيف مغلوب مكروه. دي تضحيه ما اقدرش اقبلها منك. يا سلام يا منير، انت دايما كده تحتقر عواطفي. ارجوك ارحمي اعصابي وسيبيني في حالي. بقى ده اسمه كلام؟ بقى جينا لحد عندنا الاسعاف للقلب وننزل للجيب ونتأنزع؟ يعني عايز واحدة ست تصرف علينا؟ يا حبيبي ما تفورش دمك، أنا مش زيك مصاب بداء الكرامة. أنا لا، أنا عشان لقمة العيش قبلت إن أنا أشتغل سواق. طيب مبروك. بس العربية للأسف ما فيهاش دركسيون. أمال فيها إيه؟ فيها الجاب.
انت كنت ستي ولسه برضه ستي يا اخويا. ما تكتبنيش. عارفه يا حياتي ان شاء الله لما هنتجوز هركبك جنبي ونزق على اسكندريه من الطريق الصحراوي عشان نقضي هناك شهر العسل والطحينه. ما تحرمش منك. اسمع احنا معادنا هنا في المنبه. الله خد يروح يروح الروح. الله يكرمك. يلا بقى لا الساعه 9 6 بدي ايه. هو رفاهي يا اختي. يا تاخد لك هنا. مرحبا منير. والله زمان. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. فين الايام الحلوة؟ اهي رجعت. هاشم ما جاش هنا؟ هاشم لازم جات بتوصيله وزمانه جاي حالا. خش عليا خش بقالك زمان ما جلبتنيش. واجب قهوة يا مصطفى. حاضر. وحشة وحشة دي ملطشة حتى في الطاولة. معلش يا زهر. ولا يهمك بكرة المية تطلع في العالي. الله ده هاشم جاي اهو بطولين. الله الله الله. ده جرى العربية يلا والخير. هو ماله في ايه؟ ايه؟ على هدوم الوردين الحقني يا هاشم منير. سرقوا بوز الموتور وهينخرب بيتي. سرقوهم منك؟ آه. يا خيب يا خيبتك انت اللي قاعد على القهوة ما تيجي تزور لمسرحك. كوفر مان هنا الرجل الحبيبي. يلا التذكرة بشلت. هيا إلى شباك التذاكر. أنا الرجل الحديدي. يا إنها الرجل الحديدي. حاسب عليا شوية يا هاشم. معلش أكل العيش عاوز كده لا مؤاخذة. والله وشك مش غريب عليا. مش فاكر المشرط والمخة؟ هو انت؟ الله. طب ده انا من ايامها وانا معجب بقوتك وبعافيتك وحضرت انا وزملاتي كل الماتشات اللي انت طلعت فيها بطل بحق وحقيقي. لازم استرزقته في الزحمه. يا راجل ده انا قلبي بيتقطع علشانك. انا مش فاهم راجل شديد زيك بالشكل ده يقبل يشتغل شغله وضيعه زي دي ليه؟ اسمع انت ليك عندي حته شغلانه فنيه تاكلك الشهر. ابعد عني يا عم انا ما انفعكش. لا اسمع ده انت تنفعني قوي. انت تستفيد واحنا نستفيد. بس وسع عقلك كده حبتين وحط ايدك على كتف وانت تكسب. تعالى بس يا عم ادي صدى زي الفل. اعمل معروف يعفيني من الشغلة دي. يا راجل تعالى انت ايه غوفة. الله يا فتاح من غير مفتاح ابعت لنا اي استفتاح. في عندنا دكان افراح كله طرب وليالي ملاح. يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح. يا فتاح من غير مفتاح المطربين بالوقة والرقصات بالكيلة وفي عوالم خف تحييلكم قد عليل وتخش باب الشقة تمدح في أصل العيلة وتقول على الإرض غزل شارد والدم خفيف ويكون بارد وتقول على الإرض غزل يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح. وريني عندك ايه. اهلا بسيدي البيت انا تحت امرك قل لي طلبك سعادتك ايه.
وريني حتة زفة منه كويس كده. عندي عوالم خفة تنفع لده ولده. مثلا عريس اتوفى تقلب بمعددة. انا عايز حاجة فرنجية. حاضر ده انا اخدم بعناية. والقدرة خليها عليا. متسجل استنى شوية هتكون مبسوط مية المية. لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وزي الفل. لون الورد زي الفل وزي الفل. لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وزي الفل. لون الورد لو لفينا في اي جنينة مش هنلاقي حلاوتك فيها. ورد خدودك وجمال عودك نعم عريسك موعود بيها. فايت علينا شايف عنينا. فايت علينا شايف عنينا. وانت يا حلوة قمر بيطل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وريحة الفل. لون الورد زي الفل وزي الفل. لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وزي الفل. لون الورد زي الكل وزي الكل. شو حكايتك شو حكايتك. مرحب مرحب يا ابو الشام. وينك اللي داخل صرميتك. انا محسوبك انا خدام. وين عنوانك وين دكانك. هون بنلف تلات ايام. ايه طلباتك قول لي اوام. الليلة دخلت بنتني. مبروك يا سيدي مقدما. بنريد عوالم عندنا. والأجرة سيبك بالتمن. من غير فلوس لا بفلوس. بس اللي زيك يؤتمن. بدي تسوي زب شمية. حاضر بس استنى شوية. أحكون مبسوط مية المية. على دلعونا على دلعونا. وين العواد اللي يجوا يشوفونا. على دلعونا على دلعونا. وين العواد اللي يجوا يشوفونا. بنت العرايس دخلتها الليلة. غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. بنت العرايس دخلتها الليلة. غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. وعرسها قاعد يشرب أرجيلة. برقولوا قولوا على دلعونا. على دلعونا على دلعونا. وين العواد اهلا اهلا بيك. ايه طلباتك يا بلدينا. صلي على اللي حيشفع فيك. الفين صلاة وسلام لنبينا. لما ربنا سهل وصبحنا من ورسين. قلنا الاحسن نتأهل
ونكمل نص دين. خير ما عملت وامتى سبب من غير شر نهار الاثنين. بكره تشوفها ومن حلاوتها, بكره تشوفها ومن حلاوتها راح تتجوز كل يوم مين. بس المهم تكون بلدي, طبعا ضروري تكون بلدي, هو في احسن البلد. يا مزيك اتحفظ الله وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. دق يا مزيك اتحفظ الله وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. يا مزيك اتحفظ الله وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. جابوا الفراش نصب الزينة من أول شارع مراسينا. جابوا الفراش نصب الزينة من أول شارع مراسينا. أقبال البكر يا بلدينا ونسمي المولود عبد الله. دق يا مزيك اتحفظ الله. ايه خليك تقيل, ما اقدرش اقعد, في واحدة هنا بتعرفني. احنا طرفين هنا 5 جنيه علشان ايه؟ علشان نطلع من المولد بلا حمص. لو قمت من مطرحك هروح فيك في داهي. طيب بس ما تزعقش, ما تفضحناش. استعد. مش تحاسب انت مادي رجلك عشان توقع الناس, مش تقعد بأدب. متأسف يا بيه. لا مؤاخذة تعال في البيت, حصل خير جت سليمة. المحفظة أنا سرقت يا بوليس. حصل إيه اللي جت خير؟ المحفظة أنا حصل إيه اللي جت كده؟ ما تخافش. خير المحفظة أنا حصل إيه اللي جت؟ انسرقت. شايف حد هنا؟ أيوه هنا أهو, في واحد كنت وقعت هنا أهو, وأهو أهو. أنا مش شابه فيك ولازم أفتشك. أيوه ما عنديش مانع, بس يعني ده جزاء ان انا فضيت الخناقه وقومت البيم الارض. ازيك يا منير بيه؟ اعمل نفسك ان انا منتظراك احسن المحفظه بجيبك. ازاي المحفظه بجيبي؟ صاحبك عملها فيك, هات علبه سجاير من الارض وارمي المحفظه. ميرسي. تاخد سيجاره؟ مفيش حاجه. ازاي؟ فتش زميله. فين زميله ده؟ اهو اللي قاعد مع ست. تسمع من فضلك؟ أنا مضطر أفتشك. بكل ممنونية. الله المحفظة هي اللي لقيتها. فين 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 الفلوس؟ كويس أوي أوي. فلوسك تمام؟ تمام الحمد لله. مصمم برضه تفتشني؟ لا أنا متأسف جدا. متشكر متشكر. كده تضحي بسمعتك علشان توصل إنك تعمل كده يا منير. توبتي مش كفاية. عايز ترد لي الجميل؟ تطوعني وتسمع الكلام اللي هقوله لك وما تكسرش قلبي تاني. كويس اللي حوشت لك قرشين للزمن. القرشين دول دين من بنك هاشم زي بعضه, ما انت وهو واحد. هاشم هاشم مين يا عم؟ ده انا شحات مصر الاول اللي سلفته واحده سيد وانا اعتبرها راجل في الشهامه. لازم سهام. وازاي عرفت؟ استنتاج. انا عارف انها مهتمه بيك من زمان قوي.
ويوم ما قابلتك في القهوة ما كانش صدفة زي ما انت عارف. أمال إيه؟ هي اللي بعتاني. أنت بتتكلم جد؟ يا منير أنت مدلها بكتير قوي. مفيش أي أمل يا دكتور إنه إيده ترجع لحالتها الطبيعية. لو تلاقي أي علاج مهما كان يتكلف أنا مستعدة. المسألة مش مسألة تكاليف يا هاني. المسألة إننا محتاجين لمعجزة. ومع ذلك في واحد جراح عالمي هيمر من مصر الشهر اللي جاي نقدر نعرضه عليه. Non posso assicurare l'operazione. C'è una piccola speranza, tenteremo. بيقول انه ما يقدرش يضمن نجاح العملية. الامل ضعيف جدا لكن هيجرب. هو انا كنت بنجم يا بابا، كنت عارفه انه هيرجع يتنيل من الثاني.